دعني أيضا أستغل الوقت معك دكتور لقراءة موقف حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من المفاوضات. حماس تقول إنها ليست جزءا، هي تريد تطبيق ما عرض في يوليو، وترى أن هنالك تغيرات جوهرية فيما هو مطروح الآن. ما الذي يعني، هل هذا يعني بأن هذه المفاوضات يعني تسير في الاتجاه المعاكس لما تريده المقاومة الفلسطينية؟ المقاومة الفلسطينية بدأت تلاحظ مجموعة من المتغيرات في العملية التفاوضية. أولا توظيفها لغايات غير الغايات التي يفترض أنها وجدت من أجلها، وهذا تحدثنا عنه في المداخلة الأولى. المسألة الثانية أن العملية التفاوضية يتم إفراغها من مضمونها مع كل جولة تفاوضية بالعودة إلى مقترحات جديدة. يعني ما الذي يعنيه أن يقوم جو بايدن بتقديم مقترح يقول أنه مقترح إسرائيلي فتوافق عليه حركة حماس فيصادق عليه مجلس الأمن، ومن ثم نعود الآن ليقولوا سنقدم مقترح جديد وهذا المقترح الجديد ينتظر موافقة الأطراف عليه ليرد بنيامين نتنياهو ويقول أن لدي شروط؟ هذا نوع من أنواع الإلهاء وإشغال الناس في قضايا غير القضايا الجوهرية، وهي مسألة إعطائهم أمل بأن هناك عملية تفاوضية جارية ومن ثم يتم العودة مرة أخرى إلى ذات المربع. بالإضافة إلى هذا الموضوع، من الواضح جدا أن حركة حماس بدأت تقرأ أن جزء من العملية التفاوضية يتم تفكيكها إلى مجموعة من العناصر. التفاوض مع حركة حماس في عناصر بعينها وهي صفقة تبادل الأسرى وموضوع إدخال المساعدات الإنسانية، فيما يتعلق بقضايا أخرى مرتبطة بالمحاور مرتبطة بالمعابر يتم التنسيق أو التفاوض معها مع الطرف المصري، وهذا نوع من أنواع سحب الكثير من القضايا من تحت القرار الفلسطيني أو من القرار الفلسطيني ونقلها إلى امتدادات إقليمية. هذا الأمر تم، نحن لا نتحدث عن شيء ربما يحدث. كانت هناك وفود إسرائيلية وأمريكية في القاهرة تتباحث في كيفية التعامل مع معبر رفح، ولم تكن حماس جزء من هذه الترتيبات. الأمر الآخر أنهم يراد لحركة حماس أن توقع في نهاية المطاف على اتفاقية كلية، بمعنى التفاوض مع حماس جزئي في قضايا فنية ليست القضايا الكلية، لكن يراد لحماس أن توقع على قضايا كلية. هذا يعني من بين ما يعنيه أنه يراد لحركة حماس أن توقع على بقاء القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. هذا الأمر لن يقدم عليه أي فلسطيني أيا كان وليست حركة حماس. المسألة هنا أن حركة حماس بدأت تدرك بأنه هناك دفع لها باتجاه أن تقبل بالأمر الواقع، لأنه مسألة وقف إطلاق النار لم تعد هي المبحث الأساسي. حين تقدم المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل على القول لم يعد هناك مسوغ لأداء مهام أمنية في قطاع غزة، إذن لم يعد البحث الآن نوقف إطلاق النار أم نبقي على إطلاق النار. المسألة أصبحت محسومة من المؤسسة الأمنية والعسكرية. لتصبح النقطة الجوهرية هو بقاء القوات العسكرية داخل قطاع غزة، هل تبقى أم لا تبقى؟ المؤسسة الأمنية تقول بإمكاننا أن نشن هجمات من خارج قطاع غزة إذا ما أردنا ذلك، نعم، وهي هنا تدفع باتجاه الانسحاب. لكن المستوى السياسي الحاكم في إسرائيل والائتلاف اليميني برمته يريد الإبقاء على هذه القوات، وهذا ما لا تريده حركة حماس. نعم. هذه برأيي هي المعضلة الأساسية وليست أي أشياء أخرى مرتبطة بها. هذا يذكر